بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجمعة اللي فاتت كانت متزامنة مع أول نوفمبر المجيد، وهذه الجمعة كذلك سبحان الله جت مميزة لأنها متزامنة مع المولد النبوي الشريف. مولدكم مبارك، كل عام وانتم متمسكين بسيرة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. مولد النبوي الشريف في الجزائر عنده طعم خاص وطعم مختلف، بالأخص لما لبسوا الأطفال لبس التقليدي ونعلمهم أناشيد مدح النبي عليه الصلاة والسلام. مش فاكي كنت صغيرة أول ما تعلمت من هو الرسول عليه الصلاة والسلام وما معنى الرسول، كانت في المولد النبوي الشريف لبسونا التقليدي وحنونا وعلمونا أناشيد وعلمونا شكون هو، وعرفنا كيف نزل عليه الوحي وكيف نشأ وكيف تربى عليه الصلاة والسلام. مولدكم مبروك مرة أخرى. هذا الفيديو درته باش نحكي بصراحة على قضية تدق ناقوس الخطر، قضية السجناء السياسيين. وباش نفهموا ما هي قضية السجناء السياسيين جيدا، راح نديروا إسقاط أو استعارة من الحالة المصرية اللي هي الآن راها قدامنا نتابعوها، لأنه عنا عدة وسائل لمتابعة قضايا الأمة وقضايا العالم ككل كما السوشيال ميديا. احنا الحالة الجزائرية أو المأساة الجزائرية تمت وسط تعتيم إعلامي، لأنه ما كاش كاين بدائل السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، يوتيوب، إنستغرام، كان فقط وسيلة واحدة هي قنوات التضليل والتعتيم التابعة للنظام، واللي كانت تقدم الروايات اللي تخدم النظام نفسه. الحمد لله اليوم ربي من علينا بهذه الوسائل، فولينا عارفين تفاصيل قضايانا وقضايا بقية الدول. نروح للحالة المصرية باش نفهموا ماذا حدث أو من هم السجناء السياسيين. السيسي جاء انقلب على إرادة الشعب المصري مش على الإخوان، لأنه الإنقلابيين لو كان ليبرالي ولا اشتراكي ولا علماني ولا ملحد يعارضوا راح ينقلب عليه، مش يهمه شكون هو اللي فاز باش ينقلب عليه. والإنقلاب لا يكون على الفصيل، وإنما يكون على اختيار الشعب أيا كان اختيار هذا الشعب. فالسيسي انقلب على اختيار الشعب المصري وحط في السجن ليس فقط الفصيل اللي كان ناجح في الانتخابات، وإنما كل من عارض الانقلاب. والدليل أنه الناس اللي في السجن الآن فيهم ليبراليين، فيهم علمانيين، فيهم أمنيين، فيهم كل من قال لا للانقلاب. ولحد الساعة ممكن أنا ندير هذا الفيديو، كاين الناس راها تتعرض للاعتقال في مصر. راح السيسي وجا بعده السيسي وجا نظام آخر وجا نظام آخر، وتوالت الأنظمة الاستبدادية. مثلا أنا أعطيكم مثال على حكم مصر، وبقاو الناس اللي راهم مسجونين اللي احنا نعرفوهم في السجون. هذا ما حدث في الجزائر. الناس هادو اللي راهم في السجون ناس دافعوا علينا، ناس ما قبلوش الانقلاب، ناس ما قبلوش يسكتوا وهم عارفين أن من يقتل الجزائريين هم جنرالات الدم، ناس عارضوا سياسة الدكتاتورية، ناس دافعوا على الحقوق، ناس دافعوا على الحريات، ناس دافعوا على الشيء اللي رحنا ندافع عليه الآن اللي هو دولة مدنية لا عسكرية. هاد الناس تمت محاكمتهم محاكمات عسكرية من طرف نفس النظام اللي متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الجزائر، وما زالهم في السجن لحد الساعة. علشان يندق ناقوس الخطر، لأنه مؤخرا توفى عدة مساجين من هاد السجناء السياسيين وسط لا مبالاة ووسط تعتيم. هاد الناس أبطال، هاد الناس لا يختلفون عن مجاهدين وشهداء الجزائر، أبطال حقيقيين لأنهم وقفوا في وجه الدكتاتورية والاستبداد وقت اللي كان أو كانت الكلمة تعني الموت، وقت اللي كان مقابل الكلمة هو الرصاص. فأظن أنه أضعف الإيمان وردا للجميل أن نحن خلال هذا الحراك المبارك الذي نريد به طي صفحات الاستبداد والظلم والطغيان وفتح صفحات لدولة مدنية حقيقية تحتوي كل أبناء الجزائر، أن نحن نطالب بإطلاق سراحهم ونصر على ذلك في كل خرجاتنا، سواء يوم الثلاثاء للطلبة أو يوم الجمعة، كما رحنا نطالب بإطلاق سراح زملائنا وإخواننا من نشطاء الحراك المعتقلين. وبالدباب ما تغلطوش الناس، احنا ما احناش نقولوا العصابة، العصابة احنا كنا ضدها لما انتم كنتوا تصفقوا لها، ما يشقاش تغلطوا الناس. احنا رحنا نقولوا نشطاء الحراك الذين يطالبون بدولة مدنية، ما احناش نقولوا العصابة وتصفية الحسابات بين الفوق، هذيك حاجة واحدة اخرى. هاد الناس اللي راهم في السجن ظروفهم الصحية سيئة جدا،
قال لي انه معتقل في 20 عام الان راه في 40 او 47، ولكن نظرا لان احنا رحنا نعرفه مآسي السجون الجزائري، احنا جي راح الجزائر كثيره جدا جدا، قضايا الجزائر كثيره، المختطفين، الحراقه، الفقراء، ما من بين المآسي السجون الجزائريه اللي ان شاء الله بعد تحقيق الدوله المدنيه لابد انها تخضع للتغيير. ايا كانت جريمه الانسان فهو يستحق انه يعامل معامله انسانيه. هذه السجون تحولت الى يعني مسالخ موت بطيء، بعد ما كانت مسالخ تعذيب اليوم ولات مسالخ للموت البطيء. فهاد الناس عندهم امراض مزمنه، تعرضوا للظلم الكثير، سجنوا ظلما كما قلت من خلال محاكمات عسكريه لفقت وخيطت لهم التهم تخيط، وحنا راح نعرفوا النظام هذا كي داير وكيفاش يتعامل. حنا شفناه الان وصل، راه كاين بحبوحه من مقارنه بالتسعينات راه كاين التهم تخيط، فما بالك وقت اللي كان الرصاص والدم. لابد علينا ان احنا نطالب بالحريه وباطلاق سراح هؤلاء الرجال. ياك راكو تقولوا العصابه وانتم حطيتوا العصابه، راني نهضر مع النظام الحالي، راك تقول العصابه وانتم حطيتوا العصابه في السجن. هاد الناس تمت محاكمتهم من طرف العصابه، كيفاش يقعدوا في السجن لحد الان؟ ابرازا لحسن النيه، لو في حسن النيه طلقوا هاد الناس وطلقوا السجناء الحراك، لانه هذه العقليه لن توصلنا الا الى طريق مسدود، عقلية فرض الواقع وعقلية القمع وعقلية، حتى لو كان قمع ناعم راكم تسميوه قمع ناعم، احنا راح نحسوا ناعم، لكن لا اعتقد ان عائلات سجناء الحراك راه تشوفوا ناعم، ولا عائلات هاد السجناء السياسيين راه تشوفوا ناعم. هادو ناس يعني راهم في مأساة كبيرة. وناشد كل حر انه خلال خرجاتنا لازم نهزوا لافتات تطالب باطلاق سراح هؤلاء الاحرار، هؤلاء الرجال اللي دافعوا على الحقوق والحريات، اللي ما قبلوش يكونوا ساكتين او مصفقين او متفرجين. كل جمعة وانتم احرار، كل جمعة وانتم ثابتين في الميادين، كل جمعة والجزائر تلقن العالم درسا في التصدي للطغيان والاستبداد والمطالبة بالحقوق بطريقة سلمية. ان شاء الله ربي غادي ينصرنا، احنا ما نش باغين فساد في الارض ولا تخريب ولا باغين دم ولا باغين دمار، باغين بناء الجزائر، جزائر تحتوي كل أبنائها وفق أسس الدولة المدنية، بغين كل ذي حق يكون له حقه، بغين دولة مؤسسات تحترم بعضها البعض. فإن شاء الله ربي غادي ينصرنا ولو بعد حين. دمتم ودامت الجزائر فخورة عزيزة بكم، والسلام عليكم.